Welcome back sixth graders in a new lesson. أهلا بكم مجددا طلبة السادس الإعدادي في حلقة جديدة of unit 6, أي حلقة جديدة من حلقات الوحدة السادسة. وهذه الحلقة راح تكون الحلقة الأخيرة, وهي القطعة الاستيعابية making money from your money, أي شلون تستثمرون أموالكم وتسوون فائدة أو ربح أو زيادة بها. بهذا التكست أي بهذا النص منطينا ثلاث طرق للاستثمار اللي ممكن نزيد بيها أموالنا, وأني خليتها بهالشكل هذا. يعني هذا بصراحة ليس كل شرح القطعة, ولكن هذا عبارة عن حالة أولى أسئلتها, حالة ثانية أسئلتها الوزارية وأمثلتها المهمة, وحالة ثالثة وأسئلتها الوزارية وأمثلتها المهمة, بالإضافة إلى تمارين الكتاب التمرينين في البيجز 145-146, أي الصفحات 145-146. راح نبدأ الآن بالقطعة ونشوف شنو الطرق وكل تفاصيلهن. مبدئياً Saving Accounts, حسابات التوفير, هي الطريقة الأولى, وهذه تكون للRegular Savers, أي للنمطيين, الناس اللي متعودين على الادخار, ولأنهم As Children, لما يكونون أطفال are taught, يتعلمون الـ Value of Saving, فيتعلمون من الصغر ذول الناس قيمة الادخار. ولما يكبرون هذول الريجل سيفرز يشجعون, يتم تشجيعهم to put some money, لوضع بعض الأموال into pension plans, يعني خطط ما بعد التقاعد. فالpension هي التقاعد, وهذه الplans خطط حتى يستطيعون so they can enjoy the same standard. standard هو شنو؟ المستوى, ويتمتعون بنفس مستوى المعيشة بعد التقاعد. فهنا قلنا هذول الريجولار سيفرز هم اللي من صغار يعلموهم شنو القيمة مالت السيفينج, ولما يكبرون يبدأون بالعمل يتم تشجيعهم على وضع أموالهم في خطط لما بعد التقاعد لكي يتمتعون the same standard of living after retirement. حتى بعد ما يطلعون تقاعد وراتبهم يهبط يبقون محافظين على مع نفس مستوى المعيشة. هذول الانفسترز او هذول السيفرز, الانفستر يعني المستثمر وهم نفسهم السيفرز هنا, لايك تو انفست فيكس سم, فهذول يحبون الريجولاريتي او يحبون الطريق العدل, ما يحبون التعرجات, ما يحبون المخاطر والريسك, ولذلك يحبون ان يستثمرون مبلغ ثابت او يستثمرون في مبالغ ثابته, تمام, تكون مضمونة بالنسبة لهم, فيحبون هذا الطريق. وهنا هذا السيفينج اكاونت معناها انه اضع فلوسي عند البنك لفترة زمنية, الفائدة اللي يعطيني اياها البنك تعتمد على الفترة اللي اوضع بها الاموال. فشوفوا هنا يقول العلاقة شنو؟ طردية, شقد ما طول المدة تكبر الفائدة. فthe longer time, كل ما طولت المدة, you leave the money, leave, يترك, تترك, شقد ما تترك فلوسك بال saving account ال interest أي الفائدة تكبر اللي تحصل عليها. ف the longer time the more interest, the longer time the more interest, يعني كل ما طولت المدة اللي توضع بها الفلوس وتعوفها كل ما الفائدة تكبر اللي تجيك من وراء هذا المبلغ اللي محطوط بهذا السيفينج اكاونت اي بحساب الادخار. لكن بالشرط انه انتو كسيفرز اذا اختاريتوا هذا الطريق, you savers don't need to access your money, access ما تستخدموه, لا تستخدموه, تستخدمون او تستخدمون او يستخدمون their money. فهذول السيفرز don't need to
اكسس، اكسس هي ان يصلون لفلوسهم، اي يعني يستخدموها. فانا حطيت يستخدمون، تمام، their money. فهذول السيفرز لازم شرط انهم من يضعون الفلوس ما يتقربونهن، لان البنك راح يستخدمهن يعطيهن كقروض وياخذ من الناس فوائد ويعطي لي نسبه من هاي الفائده. ولذلك انا بعد ما راح اخذ فلوسي، اي البنك ما راح يسمح لي استخدمهن ما دام حددت وياه فتره زمنيه وكذلك فائده على هذه الاموال وهذه الفتره. هذا هو تلخيص الطريقه الاولى، كل المعلومات اللي تحتاجون تعرفوها. مبدئيا عندي هذه الاسئله، لكن قبل الاسئله خلينا نشوف البيج 146 اكسرسايز سي. عندي هنا مصطلحات، هذه المصطلحات انا قسمتهن، هن 9 مصطلحات. المصطلحات اللي موجودات بالطريقه الاولى خليتهن يمها، المصطلحات الموجودات بالطريقه الثانيه، والمصطلحات الموجودات بالطريقه الثالثه خليتهن وياهن. فالسيفرز هم من هم؟ regular savers. يعني تجيني هيك يقول لي savers، شنو المصطلح يكون ويا savers؟ regular، تمام، المدخرين النمطيين اللي يحبون الطريق العدل. put some ضع بعض ال money aside، انه على جنب، اي ادخار aside على جنب، اي ضع بعض النقود على جنب في خطة للادخار. هنا البنشن هي plans، فالpension plans هي خطط التقاعد. هذا أول شيء بالتمارين. أيضا أنا عندي أسئلة وأمثلة مهمة وزارية، وأمثلة أيضا مهمة أخرى غير وزارية لكن مهمة. Why should people save money؟ ليش الناس لازم تدخر حتى يتمتعون بنفس مستوى المعيشة بعد من؟ بعد التقاعد. فهذا هو من هنا هو الإجابة. فهنا أنا أقول له so they can enjoy the same standard of living after بعد retirement. Retirement هي قلنا التقاعد، بعد التقاعد يقدرون يستمتعون بنفس المستوى المعيشي قبل التقاعد. سؤال آخر يقول when do people get more interest؟ شو وقت الناس تحصل more interest؟ لما يضعون فلوسهم لفترة أطول. when لما they leave يتركون the money الفلوس longer time. شوفوا هني، فلما يتركون فلوسهم فترة أطول يحصلون على more interest، أي فائدة أعلى. number 3 سؤال 2017 يقول when we are children، لما نكون children إحنا شو نتعلم؟ أو من نكون children we are taught نتعلم the value، قيمة the value of saving، قيمة الادخار. 2018 saving account benefit people، benefit تفيد الناس اللي هم شنو؟ اللي ما يحتاجون الفلوس اللي بين ايديهم، يعني ما يحتاجون يصرفون من هاي الفلوس فيحطوها بسيفينج اكاونت. وهي قلنا الشرط انه who don't need the money or their money، اللي ما محتاجين فلوس في موضوع مهم يقدرون يخلوها ب saving account، وهذا saving account أو هذا المبلغ يعطيهم فائدة شهرية وهكذا. أخير سؤال people save for their retirement، الناس تدخر لي مالتهم التقاعد حتى، نفس الإجابة، يعني إجابة واحد هي إجابة خمسة نفسها. العفو، إجابة السؤال الأول نفسه. شوفوا جايب لي مرة ليش الناس توفر، والناس توفر حتى كمل الفراغ، حتى يتمتعون بالسيم ستاندرد اوف ليفينج افتر ريتايرمنت، اي بعد التقاعد. هذا بالنسبة للطريقة الأولى، وهاي أسئلتها وأمثلتها وهذه تمارينها.
هنا أنا عندي الطريقة الثانية هي الطريقة الخطرة، الـ investing in shares and stocks، أي الاستثمار بالبورصة، الأسهم، العملات وهكذا. المن هذه قلنا regular savers، هذيك safe ما بيها أي خطورة. هذه المن هذه لل financially minded people، أي للعقول التجارية. من هم هذول people who follow the market؟ هذول people follow the market، the financially minded. وين يستثمرون؟ invest in shares and stocks، يستثمرون بالعملات وبالأسهم. هذول وليس فقط هذه الطريقة بالنسبة لهم استثمار، لكنها hobby for them، يعتبروها بعضهم هواية أيضا، يعني بس يتونسون عليها، يعني حتى يستمتعون. هوبي يعني هواية، والهواية احنا نمارسها للحصول على المتعة، الفن. So we have fun. تمام؟ فقلنا financially minded يكونون بهذا المجال او يبدأون بهذا الاستثمار مجرد للمتعة for fun. اما specialist هم ايضا ناس يستثمرون بهذا السوق. specialist الاختصاصيين اسمهم the major players، هم اللاعبين المسيطرين. الميجر بلايرز هم الاغلبيه اللي يجون بهذا المجال بهذا السوق حتى يذبون فلوس وياخذون فلوس، اي يزيدون فلوسهم، ما يجون هنا حتى يستمتعون، لا، هذه بالنسبه لهم بزنس. بزنس يعني مشروع استثماري. ف اتس ريسكي، احنا قلنا هذا الاكثر خطوره، ف اتس ريسكي يعني ريسكي بزنس. طبعا هو بالمناسب بزنس، اي هو في مجال عمل خطر، because there is يوجد لا ضمان، يعني ما يوجد به ضمان، ولذلك ريسكي. انت تفوت لو تطلع بفلوسك، وربحان لو تطلع بدون كل شيء. اذا هذا ما دام هيك ريسكي وما به ضمان، هل هو الذولة regular savers؟ No. So it isn't for regular savers. وهذا الطريق ليس لهذه الناس. هذه الناس تروح على هذا، ليش؟ لأن هم شوية ناس نمطيين، peaceful، يحبون السلام، يحبون الأمان، يحبون يشوفون الباكر شكو، ما يريدون يطبون بموضوع ما يعرفون نهايته شنو. المصطلحات اللي بالتمرين اللي page 146 اللي خاصة بهاي الطريقة هي risky business. اوكي اني طيب financially minded العقول التجارية major players اللاعبين المسيطرين الأغلبية الفيكست سم انه مبلغ ثابت، وقلنا هذولا ما عندهم fixed sum. الفيكس سم يكون ويا من ويا saving accounts، ولهذا مذكور الفيكس سم هنا وهنا، انا حطيته بهذا. طيب الاسئله الوزاريه والامثله المهمه على هذه الطريقه هو اولا stocks and shares can be both، هذا سؤال وزاري. stocks and shares اي العملات وهذه الاسهم، can be both كلاهما ممكن أن يكون شغلتين. يعني أول شيء قلنا شنو ممكن أن يكون؟ فن، وأن يكون استثمار investment. فهذا الطريقة للاستثمار ممكن أن تكون هواية للمتعة، وأن تكون أيضا كinvestment أي استثمار لربح الأموال. 2017 why is it risky؟ ليش risky؟ It's risky. ليش؟ Because no guarantee. مو؟ Because there is no guarantee. تمام؟ لأنه لا يوجد ضمان. Because تبقى شوية عادل. Financially minded people who follow the market. إيش بيهم؟ الناس اللي هم عقولهم تجارية اللي يتبعون سوق الماركت، شو يسوون؟ invest in shares and stocks. نقول invest in shares، لا ما عندنا معلومات عليهم، هي بس هاي هم يتبعون الماركت المذكور عنهم. وين موجودين؟ موجودين بهاي الطريقة، لأن هم اللي يستثمرون في هذه
مجالات اللي هي shares and stocks. اوكي، فهم هذول الفاينانشال مايند يستثمرون بالشيرز والستوكس. هذا 2016. 2018 يقول investing in shares and stocks، الاستثمار في البورصه هو خيارين. هذا هو التمرين الموجود بالاكتيفيتي بوك البيج 145 واني حاله هنا. Fun for some people will always make a profit. هل انه هذا الاستثمار دائما يسوي لي ارباح، بروفيت، ربح؟ لو هو fun for some people، هو مجرد متعه لبعض الناس، فاكيد هو مجرد متعه، لانه هو مستحيل دائما يسوي ارباح. كلش مخطر، ممكن ان نخسر كل شيء في صفقه واحده وممكن ان نربح هوايه في صفقه اخرى، ولذلك هو مو دائما يسوي ارباح، مرات يربح مرات يخسر. Number 5، the specialist، الاختصاصيين. من هم هذول؟ The major players، الميجر بلايرز، اللاعبين المسيطرين، اللاعبين الجديين اللي فايتين على مود استثمار، ما جايين يلعبون ذولا. The shares and stocks market، فهم ذولا الأساسيين المسيطرين على الشيرز والستوكس ماركت. أريدكم تحفظوا لي هذا كله بالأزرق مكتوب هنا. ممكن يجيب لي بس فراغ ويكمل، أو يجيب لي لهنا وكل فراغ، هذا أنتم تكتبون كل الجملة. هذه الطريقة الثانية. طيب البيج 145، واحد ملتي تشويز يعني متعدد الاختيارات، أي اختر من بين الخيارات الموجودة. أول وحدة B، ثاني وحدة A، ثالث وحدة C، ورابع وحدة C. واحدة من عندن جاية وزاري، فهذا من الأمثلة المهمة أو من التمارين المهمة. الطريقة الثالثة investing in a property. investing in a property يعني استثمار بالعقارات، يسموها همينة بعض الناس يسموها تجارة الجبناء. ليش؟ لأنه اللي يدخل بالعقارات هو اللي متأكد أنه حيربح. investing in a property شبي popular in UK، أي شائع في المملكة المتحدة. Britain، UK، United Kingdom، أي المملكة المتحدة. Not risky، مو كلش مخطر، لكن هم ما بي guarantees. ممكن تأخذون منطقة بيت، المنطقة بيوتها تنزل، ممكن يصير شيء، فهم أنتوا تكونون مسؤولين عن مالتكم الاستثمار، تمام؟ لكنه safe، آمن in the long term، يعني على المدى البعيد. in the long term هو جدا آمن، يعني إذا تريدون تدخلون بهذا الاستثمار على المدى البعيد راح تقدرون تسوون فلوس حلوة. لكن مشكلته إنه needs too much money، يحتاج إلى الكثير من الفلوس، كثير من الأموال، تمام؟ والفائدة مالته هي ليس فقط انه بالبيع، لكن people usually عادة buy، يشترونه، and rent، يأجرون الممتلكات يشتروها، وبعدين ورا فترة sell، يبيعون بعد فترة لما يحتاجون، وهنا they realize huge profit، هنا راح يحققون الربح العالي. فانه انا مو بس اشترى عقار ممكن واذبك فترة من الزمن، السنوات اللونج تيرم، هاي المدى البعيد ابقى مأجره ما خلي فارغ، فهنا دا اكون فلوس من الايجارات، ومن اجي ابيع ايضا احقق هيوج بروفيت، هيوج كبير بروفيت، ربح. ريلايز، احقق الهيوج بروفيت، اي احقق الربح الكبير. هنا الكونكلوجن، اي الاستنتاجات اللي نطلع بيها من هذا الموضوع كله، هي انه all types are better، يعني هذا التايب، هذا التايب، هذا التايب، انواع، كل الانواع، all types are better than keeping، اي حفظ better، افضل. اي واحد من ذني هو افضل من حفظ الفلوس، النقود، في صندوق تحت السرير، تمام؟ مثل الgrandparents، اي اجدادنا اعتادوا ان يفعلوا. فمثل ما اجدادنا كانوا يحطون فلوسهم ويدخروها بالمنازل، الان احنا نقدر
ندخر ونسوي ارباح، نقدر نستثمر ونسوي ارباح، نقدر نشتري عقارات ونسوي ارباح ونزيد من الفلوس ونحافظ على قيمه الفلوس. طيب ايضا يقول اكو some young people، اي شباب young صغار، some بعضهم don't save، ما يدخرون اي ما يجمعون فلوس، in their 20s في بدايه عمرهم، في مقتبل عمرهم لما يكون بال 20s اي بالعشرينات من العمر، because لانهم don't see the value of saving، لانهم لا يدركون، معنى سي يرى ومعناها لا يدركون، يعني ما يحسون او ما يفهمون الفاليو، قيمه السيفنج، قيمه الادخار. هذا هو الطريقه الثالثه، وهذا conclusion، اي هذا الاستنتاجات الاخيره من هذا الموضوع، وهذه الاسئله الخاصه بالطريقه الثالثه والconclusions اللي طلعنا بها. What is the most popular investment in the UK؟ هذا جاي ثلاث مرات بالوزارة، 16 18 19. فيقول what's the most popular بالUK؟ The property، مو صحيح؟ الاستثمار الأكثر شيوعا في المملكة المتحدة هو العقارات. سؤال ثاني، how is investing in property beneficial؟ كيف ان هذا الاستثمار بالعقارات beneficial، قلنا يكون beneficial، مفيد جدا باللونج تيرم. راح اقول له in the long term. هذا ما جاي السؤال الوزاري لكن مهم، يعني سؤال سطحي لطيف ممكن يجيني، ليش لا. ثالثا، what does investing in a property need؟ قلنا ايش يحتاج المشكلة بهذا الموضوع، بهذا الاستثمار، انه يحتاج الكثير من الفلوس، كثير من الاموال. فهنا نقول a lot of money او too much money. A lot of يعني هواية، too much هواية. ف a lot of money هي نفسها too much money، كثير من النقود. رابعا، what did our grandparents، شنو اعتاد our grandparents ان يفعلوا with their money؟ مو قلنا يحفظوهن بصندوق تحت السرير، keep the money in a box under the bed، في صندوق تحت السرير، اي كيب يحتفظون او يحفظون المال في صندوق under تحت the bed. Number 5، why don't some young people save for future؟ ليش بعض الشباب الصغار ما يوفرون للمستقبل؟ future مستقبل، طبعا تعرفوها التمويل في موضوع مستقبل، بس انا اكتبها. ليش؟ لانهم شنو؟ ما يدركون القيمه مالت الادخار. They don't see the value، اي القيمه، of مال saving، الادخار. اوكي؟ هذا هو الإجابة على هذا السؤال الأخير. وأخيرا، المصطلحات اللي موجودة بهذه الطريقة والموجودة بالتمرين هي break even. والبريك even يعني من أدخل مشروع وأبدي بالمبيعات ويرجع لي البجت، أي الفلوس اللي أنا حاطها بالمشروع، يعني بعد أسبوع بعد شهر رجعت الفلوس اللي أنا صارفها، صار حلي بيدي. هذه النقطة تسمى break even، تمام؟ اللي بعد break even يبدي ربح. Realize the profit. طبعا مو huge، لا profit. ليش؟ لأن profit هي الاسم، huge هي الصفة، فذا تجي بعد الاسم. فrealize the profit، أي يحققون الربح، profit ربح. هذا كل اللي بهذا الموضوع، وهذا مثل ما قلت هي الحلقة الأخيرة من حلقات يونت 6، والحلقة الجاية راح نبدأ إن شاء الله بيونت 7. مثل ما قلت، إذا تشوفون هذه الحلقات وهذه المحاضرات بيها فائدة، لا تبخلون باللايك والشير مع بقية أصدقائكم حتى نقدر نستمر بدعمكم إن شاء الله. وكل الموجودين أو كل اللي يقدرون أو كل اللي نقدر نوصل لهم نقدر نفيدهم،
وهذا ايضا يعود علينا باجر مو انه لكم. فثانك يو فيري ماتش اند سي يو ان ذا نيكست فيديو.